قطع تنظيم داعش الإرهابي النفط عن المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة في سوريا، ما تسبب بأزمة كبيرة تأثرت بها العديد من القطاعات الضرورية في تلك المناطق، وزاد من معاناة السكان التي يعيشونها منذ أكثر من 4 سنوات. مزيد من التفاصيل في التقرير التالي. تسبب قطع تنظيم داعش الإرهابي مؤخرا وصول النفط للمناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة في سوريا بأزمة كبيرة تأثرت بها العديد من القطاعات الضرورية في حياة سكان تلك المناطق، الأمر الذي زاد من المعاناة التي يعيشونها منذ أكثر من 4 سنوات. وتعد المستشفيات ووسائل النقل في مقدمة القطاعات المتضررة من الأزمة، إلى جانب الأعمال التي تعتمد على الوقود وكذلك توقف عمل مولدات الكهرباء. جاء ذلك بعد أن منع تنظيم داعش الإرهابي وصول النفط إلى مناطق المعارضة قبل أسبوع، وارتفاع أسعار الكمية الموجودة منه إلى 10 أضعاف سعره. صار البرميل يعني 100-107 آلاف، فأنا نتيجة هالشي صار تأنين. أول شيء أننا 3 ساعات كان سعر البرميل 50 مثلا أو 57 ألف. الموزوت غلو، صارت اللتر الموزوت 500 ورقة، كنا قبل نبيعه للمواطن مش قاعد نبيعه هو 500 واصل لبيته، هلأ صار ب1700. منقول وين احنا شو بده يطلع لنا إذا بدنا لترين موزوت لحتى نوصله للمواطن. التجار المحليون يعملون على فرز النفط الخام واستخلاص مشتقاته من وقود وغيره باستخدام طرق بدائية، وذلك من أجل استخدامه في مختلف القطاعات مثل توليد الكهرباء، إلى أن التنظيم الإرهابي قرر منذ أسبوع منع وصول الشاحنات المحملة بالنفط إلى مناطق المعارضة دون معرفة الأسباب.